هذا سائل يقول: هل يجوز تحريق الرافضة بناء على تحريق علي رضي الله عنه؟ لا، ولذلك أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه تحريقهم، وقال لو قتلهم بالسيف فما يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا لكن علي رضي الله عنه فعل هذا غيرة واجتهادا، والعالم يجتهد. نعم.